ولسه مكملين معاكم مشاهدينا، وحلقتنا النهارده دمها خفيف جدا لان احنا نزلنا كاميرا يحكي لنا الشارع واتكلمت مع البنات والشباب عشان نسمع كل واحد فيهم عايز يقول لمامته ايه. انتوا عارفين المشكله فينا احنا، مشكله فينا كمصريين عموما. يعني انا ممكن يبقى جوايا كلام حلو جدا ومقدره مجهود امي وبحبها وبعشقها وبعشق التراب اللي بتمشي عليه، بس احنا ما عندناش حته ثقافه ان انا ممكن اقول لها ده قدامها هي واقفه قدامي. ممكن اقوله لامي وهي بعد الشر عيانه وفي السرير مثلا في مستشفى، تلاقيني ببوس ايديها واقول لها احنا مالناش غيرك وما نقدرش نستغنى عنك. احنا كثقافه تربيه يعني بنطلع مكسوفين نقول الكلام الحلو، نقوله قصاد الحد ده. فاحنا بقى قررنا في يحكى أنا ان احنا نخلي الشباب بقى والبنات يقولوا اللي من قلبهم، يقولوا اللي جواهم اللي ما بيعرفوش يقولوه وامهاتهم قدامهم. ماشي، وبالمره كده انتوا عارفين طبعا احنا يعني ما بنعديهاش كده، وبالمره كده نشوف اشهر جمل الامهات دايما في البيوت، اشهر جمله الام بتقولها. طبعا انا يعني ايه فاكره شويه لان انا ابتديت اقولها انا كمان لاولادي. يعني ابتديت مثلا اقولها ادي دقني اهي لو فلحتي، ادخل مثلا افتح الباب الاقيها مثلا ماسكه الموبايل وما بتذاكرش، ادي مش عايزه اقول اللفظ التاني، على وشي لو نجحتي، طب خليكي قاعده كده زي بنت عمك ولا بنت خالك اما شفتي جواز ابي قابليني. والله لا طفش ومش هتلاقولي طريق جره ولا تعرفولي طريق جره، طبعا حلقات عشان نعرف جره دي طلعت ايه في الاخر، لكن هطفش واسيبكم، والله العظيم ما هتعرفوا امتي غير لما اسيب لكم البيت وامشي، والله ما اعرفش ايه. في كده جمل شهيره طبعا، غير الشبشب الطائر اللي بيطير في وش العيال في وقت المذاكرة، ده حاجة غير. تعالوا كده إيه نسمع الحاجات اللطيفة منها الكلمات الحب اللي ولادنا بيقولوها لنا بقى وبنسمعها وبنشوفها بعنينا، ومنها الجمل الشهيرة اللي الأمهات دايما بتقولها في البيوت. يلا نشوف مع بعض. كل سنة طيبة، وكل أم مصرية وعربية طيبة وبخير، وأمي بالذات يعني أوجه لها رسالة، ولا ربنا يخلينا يعني ربنا يخليك لينا حبيبتي ودايما كده معانا وفي ظهرنا دايما بإذن الله. بنحبك يا ماما. كل سنة وأنت معايا، ودايما بنتخانق 24 ساعة وأتمنى إن احنا نبطل نتخانق، بس هي أغلى حاجة عندي الحقيقة. اقول لها ان هي سندي وظهري وكل حاجه في الدنيا يعني بالنسبه لي. والله انا عايز اقول لها انا بحبها جدا، وهي اللي يعني تعبت فيها 9 شهور، ودي كانت حاجة يعني عمري ما اقدر اعوضها ولا اي حاجة. كل سنة طيبة يا ماما يعني، وربنا يخليكي ليا. ربنا يخليكي ليا وانا بحبك قوي يعني. كل سنة وهي طيبة وربنا يخليها لنا العمر كله يا رب دايما. كل سنة وانتي معانا كده ومنورة حياتنا دايما. كل سنة وانتي طيبة يا ماما دايما معانا. ربنا يخليكي ليا وتفضلي معانا انا واخواتي يعني وكده. كل سنة وانتي صاحبتي وكل سنة واحنا قريبين لبعض. احب اقول لها شكرا على تعبها وشكرا ان هي مستحملانا كل الوقت ده. احب اقول لها كل سنه وانت طيبه وربنا يخليكي لينا كلنا يا رب، وتفضلي سند لينا كده على طول وربنا يخليكوا يعني. كل سنه وانت طيبه وانت احسن ام في الدنيا وربنا يخليكي ليا. كل يوم وجودها جنبي هو اصلا عيد، مش محتاج يوم مميز عشان يبقى عيد، وربنا يخليها ليا وبس، بحبها. اكتر حاجه ماما بتقولي عليها لا ان انا اخرج في مكان بعيد. الخروج ما تاخرش بره، اجي العب بلاي ستيشن. بتقولي ساعات بتقولي لا، مش بتقولي لا على حاجه غير لو حاجه تكون هتاذيني يعني. الشراء طبعا، شوبينج، الحاجات دي. بكون عايز اروح حفلات لكن مامتي بتقولي لا. بقعدش معايا كتير، وان انا بقى قاعده كده لوحدي جوه في الاوضه لا تعالي اقعدي معايا. هي ما بتقوليش على حاجه لا يعني، حسب الموقف، لو في حاجه تستدعي ده بتقولي عليها لا. ان انا امشي بدماغي غلط يعني، دماغي ما تسوحنيش، تقول على كل حاجه لا. بتقعد تقول انه اساعدها في البيت وكده، وانا بكسل بصراحه. لا هي ما بتقوليش لا يعني، ما بيننا وبين بعضينا مثلا لو عايز انزل مثلا، انت فاهم، بتخلينا مع بعض كده. اخر هديه جبتها لماما تقريبا كان طقم كوبايات، وكان بحوالي 20 جنيه. طقم عروسه تمام، اللي هي اللوشن والحاجات ديت، كان ب 150. والله الصراحه بقى بصدمها في موضوع الهدايا ده، ما بتجيبلهاش هدايا خالص. جبت لها تورته يوم عيد ميلادها ب 295.
جبنا لها كبه والحقيقه مش فاكره بكام يعني. جبت لها طقم برطمانات وكوبايات وقطعت خضار تقريبا. اخر هديه كانت شنطه جلد، كان خاتم واسوره كده بس بصراحه مش فاكره سعرهم. اخر هديه كانت ورده تقريبا، كانت مج بس من زمان قوي بس مش فاكره بكام والله. ما بنختلفش كتير، هي قريبه مني جدا وصاحبتي. على الاكل انا ما باكلش كتير، ان انا ما بروقش بعشق حاجات زي كده كتير يعني. اختاري صحابك صح، يمكن اكتر حاجه. الغدا على طول. لا اللي بيختلف عليه كل الناس اللي فرق السن وفرق ان هي جيلها كان حاجه واحنا جيلنا حاجه ثانيه. لما اتاخر بره او اروح مشوار بعيد تكون عايزه انزل في وقت وهي مش موافقه، ان هي تكون عايزاني اعمل حاجه وانا لا، بس في الاخر بنتفق يعني. لا هي بتجيب لي والله حاجات كتير، حاجه اللي بطلبها بتجيبها، انما غير كده لا. كان جابت لي تيشرت وبنطلون من اسبوعين بالظبط. اخر مره هديه في عيد ميلادي وكان الجيتار اللي انا كنت عايزاه الحقيقه. جابت لي خاتم ذهب لما نجحت في ثالثه ثانوي. هي على طول بتفرحني يعني، دايما بتشوف انا بحب ايه ومثلا ماما انا نفسي اكل كذا، تاني يوم الاقيها بدون سبب. يا ام الخلول. يا حماده بتغني لي. اجري وروبوتك مفكوك، معناه ان انا يعني ما خافش ان انا اجرب واعمل كل حاجه. لمي اللعب كانت بتقول انا واخويا انتوا رجالتي، دي كانت احلى حاجه قالت لنا يعني. ما تنزليش الشارع. هي دايما بتقول لي يعني ان انت احلى حاجه جات لي بصراحه، عشان هي كان نفسها في. اسمعي الكلام يا كوثر.